الو مشاهدينا متابعينا الاعزاء، اسعد الله اوقاتكم بكل خير طبتم وطابت اوقاتكم بالمسره وبالمحبه. مشاهدينا متابعينا الاعزاء اينما كنتم واينما تواجدتم على زوايا وجنبات ارضيه ملعب المباراه هنا في دوره الرفاء الرمضانيه على مستوى احداث هذا المساء وعلى مستوى احداث هذه المواجهه الاولى والمباراة الأولى والظهور الأول على مستوى أحداث هذه البطولة وعلى مستوى هذه البطولة الرمضانية التي تأتي في هذا المساء وفي هذه الأمسية التي من خلالها أعتقد بأن المتعة مضمونة وسنستمتع. نعم هنا في أكاديمية الرؤية، نعم هنا في أكاديمية الرؤية والفريقان المتواجدين أمامنا على مستوى ملعب المباراة وعلى مستوى ملعب المواجهة كل من فريق باقية وفريق قوت على مستوى أحداث اللقاء الأول وعلى مستوى أحداث المواجهة الأولى. البداية حاضرة، نعم لكن الكرة الماضية عدت وعبرت إلى خارج أرضية ملعب المباراة. في اللقطة الماضية بتعود الكرة من جديد، التقدم حاضر من الناحية اليمنى عن طريق اللاعب أنور، أنور يحاول يأتي في تغطية في اللعبة الماضية، في تغطية في الكرة الماضية اللي برت وعدت وعانت من جريت وعرضية، لكن هشام أخذ الكرة الماضية في أحضانه. تميم استلام، يتقدم تميم على طول التمريره في الامام ممتازه لمصلحه فريق قوت، راح يتابع الان المرور من الناحيه اليسرى العرضيه خطيره، هشام في اللعبه الماضيه، هشام في الكره الماضيه اخذ الكره في احضانه، باقيه اسم مقتبس من المبادره التي هي مساهمه في وقف الهدى، اجر دائم وحسنات مضاعفه وكوره الله. نعم الهدف الاول لمصلحه فريق قوت، نعم الهدف الاول لمصلحه فريق قوت، يتقدمون ابناء فريق قوت ويسجلون الهدف الاول والنتيجه الان اصبحت 1-0، النتيجه اصبحت الان 1-0، التقدم حاضر، التقدم موجود والنتيجه اصبحت 1-0. وقت الهدى ساهم في وقت الهدى، اجر دائم وحسنات مضاعفه بينما فريق قوت، لكن الان حتتابع المحاوله من بتول، الله 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 حلوه، او هذا اسامه عطيف في اللعبه الماضيه، اسامه لعب لك وحده وكانت ان تصل لمرمى الحارس قصي الحارثي، لكن قصي شال الكره الماضيه، بتعود الكره، الله حلوه حلوه يا اسامه، اسامه يبحث الى خارج ارضيه ملعب المباراه، زياد القثامي، سالم الشاخي، سالم يحاول، سالم يقاتل، سالم يبحث مع زياد، لكن سالم مر، سالم مر، الله، نعم التعادل ياتي عن طريق سالم الشاخي، التعادل ياتي عن طريق سالم الشاخي، وبالتالي النتيجه الان اصبحت 1-1. السالم الشاخي سجل التعادل، السالم الشاخي اتى بجول التعادل لمصلحه فريق باقيه، اصبحت النتيجه الان 1 لفريق قوت و1 لفريق باقيه. مره اخرى حاضر، بتعود الكره تميم السلام، تميم عدى، تميم يتقدم، تميم عدى، تميم عرضيه، لكن بعد ذلك الكره عدت الى ركله انساويه، عدت كره تميم الى ركله انساويه ومحاوله الان، محاوله محاوله محاوله، شف 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 شف، لكن عدت عدت الكره الماضيه، عبرت الكره الماضيه. نعم اربع فرق تتواجد على الاسبانيه، فريق بفزعه اقتباس اسمه من المشروع اللي يقدم مساعدات عينيه للمقبلين على الزواج، وفريق باقي اوه شوف التسديده الماضيه شالها قصي، التسديده كانت حاضره من بتال المحياني لكن بتتحول من جريد، لكن الكره الماضيه طالت على الكوت، خطا اتلعب بشكل سريع الان، التقدم موجود والتسديده موجوده ومحاوله، جول جول الله، احمد الاشعري يظهر ويسجل الجول الثاني على مستوى احداث هذه المباراه. نعم الاشعري احمد بعد تسديده كانت رائعه، كانت تسديده حلوه تصدى لها هشام الحتيش في المره الاولى لكن لم يتعامل معها بالصوره المطلوبه في المره الثانيه، وبعد ذلك الكره ماذا وصلت عند الاشعري، والاشعري ما صد خبر حطها في المرمى وسجل الجول الثاني لمصلحه فريق قوت. حتتابع الان
وعشق الان راح تقول سالم 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 جول. نعم جول نعم جول الان عتابع. نعم عدت عدت الكره الماضيه عدت الكره الماضيه والجول الثاني ياتي عن طريق سالم الشيخي. عدت الكره الماضيه وصلت في المرمى وبالتالي النتيجه الان اصبحت 2-2. 2 لفريق باقيه 2 لفريق قوت السابق ولاحق. فريق قوت يسجل وفريق باقيه ياتي بالتعادل. ومره اخرى فريق قوت يتقدم وفريق باقيه ياتي بالجول بجول التعادل. حتى مع الان خطيره الاشعري الاشعري يحاول لكن شوف 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 اوه عدت عدت الكرة الماضية وتحولت بعد ذلك إلى ركلة مرمى تحولت إلى ست يارتات لمصلحة من معها مشاهدينا متابعينا الأعزاء. حكم اللقاء عيسى يطلق الصافرة معلن نهاية الشوط الأول. لنا عودة مع بداية الشوط الثاني انتظرونا. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء عودة مرة أخرى وعودة من جديد لاحداث هذا اللقاء. شوف سالم ولاحداث هذه المواجهة التي تجمع من ومن؟ تجمع فريقي تجمع فريق القوت او فريق قوت في مقابلة فريق باقية او فريق باقية في مقابلة فريق قوت في الشوط الاول الذي تركناه بالتعادل ايجابي بين الفريقين 2-2. والان حتتابع المحاولة الموجودة. الله على المرور بشكل ممتاز. العودة عند أسامة عطيف. أسامة عدى أسامة عدى أسامة مر أسامة يتقدم لمسة لسالم. الله 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 حلوة الكرة الماضية حلوة 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 اللعبة الماضية أسامة عطيف رغم قصر قامة إلا أنه يرتقي. هذه المرة الثانية وسالم 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 الله 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 على المحاولة في اللعبة الماضية اللي مرت اللي عدت إلى خارج أرضية ملعب المباراة. الفعاليات واحدة من أنشطة جمعية الفاب. حتتابع المحاولة الموجودة عبد المجيد العودة من جديد تقدم خطيرة كول خطيرة كول خطيرة كول الله هو صاحب الهاتريك هو الأشعري. نعم الأشعري نعم الأشعري سجل الجول الثالث وسجل الهاتريك واحتفل على طريقة كريستيانو رونالدو. نعم الأشعري الأشعري والسيف في اللعبة الماضية الأشعري سجل الجول الثالث وبالتالي يسجل الهاتريك في هذا المساء. صارت ثلاثة لمصلحة فريق قوت بينما فريق باقية يسابق الزمن من أجل أن يدرك التعادل. حتى الآن للمرة الثالثة الإشارات الأسرية والتوفيق بين الراغبين على الزواج. راح نتابع الآن وراح نشوف المحاولة من أسامة يمكن سوبر هاتريك من أسامة لكن عدت ومرت إلى خارج أرضية ملعب المباراة. بتعود الكرة بجديد محاولة موجودة تميم يحاول لكن بعد ذلك الإصرار. المحاولة من ماهر سالم مر سالم جول سالم جول الله الله لكن ما زالت مسوها. محاولة حلوة من فريقي من فريقي نعم من فريق يمكنهم في هذه الأثناء وأسامة عطيف أسامة عطيف أسامة على تنقيض الخطأ أسامة 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 أسامة, أسامة. كرة أسامة عدت كرة أسامة مرت كرة أسامة السطام كرة السطام يتقف في ركلة الزاوية في هذه اللحظات ركلة الزاوية في هذه اللحظات هل ياتون بجول التعادل؟ ركلة الزاوية ملعوبة ملعوبة الله ركلة الزاوية أخرى يبحث عن جول التعادل. سنتابع الآن سنرى الآن سنتابع الآن عطيف عطيف الوين يا أسامة. عدت الكرة الماضية يا أسامة تحولت إلى خارج أرضية ملعب المباراة. أوهو لكن بترجع الكرة من جديد. شوف المحاولات المتواصلة شوف القتالية شوف الرغبة شوف الحماس شوف التقدم يمكن جول 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 الله ضاعت الكرة الماضية يا سطام. راح نتابع الآن أعطيه فرصة حنشوف الآن حنراقب الآن هي وين يا زياد هي وين يا القثامي هي وين هي وين هي وين هي وين حطها زياد أو هذا فيصل المشنفي. نعم فيصل فيصل سجل التعادل والنتيجة صارت 3-3 يا الأشعري صارت 3-3. عبرت بتعود الكرة من جديد على طول تتلعب الله الله على اللعبة الماضية حلو يمكنك
شوية نلعب على قدام أكثر يا شباب. وبعد ذلك الأمور على حالها 3-3. أوه سواها الأشعري، سواها الأشعري وسجل الرابع وسوى سوبر هاتريك الليلة الأشعري وسوبر هاتريك الليلة. نعم نعم صارت أربعة أربعة والأشعري ما أروع. نعم أربعة أربعة والأشعري ما أروع، سجل سوبر هاتريك في هذا المساء. قال للمدرب خليها علي وأعطيني فرصة، الشمس لا تشرق في اليوم مرتين والحياة قد لا تبقي مرتين. يا هشام يا هشام يا هشام سواها الحتاجي. نعم سواها هشام قال أعطيني فرصة وعطاه فرصة وهشام الكرة الثابتة سجل يا الحدادي، سجلها يا الحدادي، حطها يا الحدادي والنتيجة صارت 4-4. التسديدة الموجودة حلوة فيصل حلوة فيصل، عايد الكرة من جديد. شكرا يا أسامة معلش. وعدت معها الشوط الثاني يتم. الأعصاب والأولى لمصلحة قوت عند أنور، راح تتابع الآن أنور في الأولى، أنور في الأولى، أنور في الأولى، والأولى ناجحة، الأولى ناجحة في وركلة ترجيحية أولى لمصلحة نمكنهم. والسالم نعم سجل سالم، سجل سجل سالم في اللعبة الماضية، سجل سالم في اللقطة الماضية، سجل سوبر هاتريك نجم الليلة أحمد أشعري اللي سجل سوبر هاتريك. ما تصعب عليه ركلة الترجيح، وبالتالي سجل أحمد أشعري. عبد المجيد عبد المجيد الوين عبد المجيد، أوه أهدرها عبد المجيد، ضيعها عبد المجيد. نتيجة 2-1 لمصلحة قوت. هي الوين هي الوين هي الوين، هي في المرمى هي في المرمى، نعم في المرمى، وبالتالي المفرج يسجل. نعم راح نتابع الآن أو الثالثة لفريق نمكنهم، حنتابع الآن أسامة عطيف، أسامة أسامة سجلها، نعم أسامة أسامة سجل رابعة لمصلحة فريق قوت. حنتابع الآن محاولة تميم التميم التميم، الله 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 نعم حطها تميم، وبالتالي فريق قوت يتقدم، فريق قوت يتقدم وبالتالي ينتصر على مستوى احداث الفريق قوت. هارد لك وحظ